وهناك قاعدة عند العلماء رحمهم الله أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، كما في من صام رمضان ومن حج وكذا. طيب، لماذا أورد المؤلف هذا الباب، باب فضل التوحيد؟ نعم، للتشويق. وإذا سئلت لماذا ندرس التوحيد، تقرأ الباب الأول والثاني. من فضائل التوحيد استقرار الأمر والهداية، استقرار الأمر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، والهداية في الدنيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الآخرة للجنة، صح؟ وحلاوة الإيمان، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول الجنة. لا يدخل الجنة الموحد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، نعم، وغير هذا. فتح الله عليه الباب الثالث، تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد، لماذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ أراد منك أن تحقق التوحيد الآن. وقلنا هناك قاعدة عندنا من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، كل باب يأتي بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، من تحقيق التوحيد الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كيف نحقق التوحيد إجمالا عند المؤلف بقراءة الباب؟ تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، يحقق بالقول والعمل والاعتقاد عند المؤلف إجمالا بقراءة الباب وتفصيلا بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ستة: إمام وقدوة، حنيفا، قانتا، كثرة الطاعة مع الدوم عليها، لله أخلاص، مقبل الله مدبر عن الشرك، البراء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعم، الاقتداء بسادات الأولياء، الاقتداء بالأنبياء، النبي وليس مع أحد. أراد أن تثبت على هذا الطريق، الله يثبتنا وإياكم، وترك طلب الرقية والكي والاكتواء لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. يسأل البعض يقول ما حكم طلب الرقية؟ طلب الرقية من الغير مكروه، لأنه لو طلب الرقية خرج من 70,000، فماذا يصنع؟ يقرأ على نفسه، يقرأ على نفسه. ولو جاء إنسان وتطوع وقرأ عليه لم أخرج من 70,000، وهذا لم يخرج أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ على المرء. بعض الناس هدانا الله إياه يعني يذهب ويبحث عن من يعني يعملون في هذا، في الرقية وكذا. الشيخ بن باز رحمه الله اتصل عليه رجل وقال: يا شيخ أخي يعني فيه مس وفيه مرض وفيه كذا، أريد أن تقرأ عليه. قال: هو يقرأ على نفسه. قال: يا شيخ قرأ. قال: يقرأ أو تقرأ عليه أنتم. قال: قرأنا عليه. ثم يا شيخ نحن لا نحفظ شيء من القرآن. قال: تحفظ المعوذات وتحفظ الفاتح؟ قال: نعم. قال: يقرأ عليه، يقرأ بإذن الله. ابن القيم رحمه الله يقول: ألم بي مرض فأخذت أقرأ الفاتحة أكررها حتى وجدت أثر الفاتحة بعد حين. هذا يقول ابن القيم. فماذا تصنع؟ لا يمكن أن تفتقر إلا لمن؟ إلا لله. لماذا كان ترك طلب الرقية وترك